صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكون كلكم صحتكم بخير. دراري وبنات، ما بقاش نقول غير البنات حيت الدراري كيتقلقوا مني. دخلوا هضروا معايا في الانستغرام، كيكومونتيو ليا، كيخليو ليا تعاليق اللي متبعيني، وكيقولوا ليا زعما بلي كيشجعوني وكلشي. شكرا لكم بزاف. حتى في الفيسبوك هضروا معايا ناس، شكرا بزاف لكم لهلا خطيكم. وكنتشرف فريمون، يعني كنفرح ملي كنشوف هاد التعاليق بحال هكذا، كتفرحوني. الحمد لله، الله يخلينا ديما عند حسن الظن. وهادشي اللي كاين صافي، مكنعرفش نكثر الصواب. انا غير كنبدا نكثر الصواب، راه كنبدا ندخل ونخرج في الهضره، اللهم خلينا هنا يعني صافي مزيانين. المهم داكشي اللي بغيت نقوله راكم فهمتوا. المهم اليوم جيتكم بواحد المنتوج زوين، منتج جديد، وداكشي وغنجربو قدامكم. انا درتو المره الاولى، عطاني نتيجه واعره، ودابا جيت باش نديرو المره الثانيه قدامكم. هذا المنتوج هو البيلين ديال دو اورديناري، هو هذا. دابا راه ولا مشهور بزاف، راه كان في الاول في امريكا، ودابا بدا كيدخل العالم كامل. دو اورديناري هي قام كامله العنايه بالبشره، فيها ماشي غير البشره والشعر، فيها دي بيلين، فيها دي كريم، فيها بزاف ديال الحوايج. وهاد القام هي اكثر حاجه افيكاس وبسعر رخيص بزاف، حيت السيد اللي صوبها قال انه الهدف ديالو هو انه كل شيء، يعني حتى الناس الطبقه الفقيره تعرف باللي راه كاينين، تعرف باللي راه كاينين منتجات العنايه بالبشره ما غاليينش. فاكثر منتجات فعاله وفي المتناول هما هادو. ماشي غير هي في الاول كانت غير في امريكان، من بعد شراتها استيلودر، ودابا استيلودر شراتها ماشي غير هي، شرات ماك، شرات بزاف د الحوايج، ودابا ولات كتباع حتى في سيفورا وكتباع في نوسيبي. انا المره الاولى شفتها دابا شي شهرين هادي، كنت كنقلب عليها لقيتها في سيفورا، مشيت باش نكوموندي منها، كنلقى ستوك ديما اون ريبتور، ديما صافي ستوك دغيا كيخوى، تالمو بنادم كيقلب عليها، تالمو بنادم كله انفو كتحط شي حاجه كيشريها. صافي رجعت عاوتاني ابخي دو موا ولقيتها، ولكن ما لقيتش كلشي في نفس المحل. لقيت هاد البيلين عند نصيبي، داكشي علاش وصلني هو الاول. وشي لاخر خديته حيت خديت انا بزاف ديال الحوايج من لاكار، خديت سوا ايدغاتون، خديت بزاف د الحوايج. هادوك تيوصلوني عاوتاني وندير لكم عليهم ريفيو واش مزيانين ولا لا. انا هذا حيت جربته هو اللي غنهضر عليه دابا. بالنسبه لهادي سوليسيون دو بيلين كيف قلت لكم، هو كيساعد على التقشير ديال البشره، ولكن التقشير بعمق. هذا هو اكثر مقشر ولا اكبر مقشر كيحتوي على المواد الحمضيه، وهو اكثر فعاليه بدون رخصه طبيه، نسميوها رخصه. حيت اي مقشر قوي خاص الطبيب اللي يعطيه لك، ما يمكنش تجي وديريه من بيتك راسك. ولكن في السوق في لي مارشي اون جينيرال اكثر واحد فعال بدون بريسكريبسيون ميديكال هو هذا. انا درتو عرفتو، راه البشره ديالي ولات بحال فوق بحال الطحين بحال البودر. المهم انا غنجي لكم في حتى الاخر ونهضر لكم على التجربه ديالي معاه. بالنسبه لهذا بناش متكون AHA 30% بلس BHA 2%. المهم قبل ما ديريه، وهذه حاجه مهمه، خاصك انك تكوني غاسله وجهك مزيان منقيه بيان سور، وخاصك يكون وجهك ناشف، وخاص الوجه يكون ناشف، ما خاصش تكون فيه تقطره ديال الماء. ومن بعد كديروه، سمحوا لي كنقول كديريه حيت وليت نهضر مع البنات، كديروه كتخليوه 10 ديال الدقائق. تجنبوا الكونتور ديال سي، ما خاصوش نهائيا يقيس العينين، حيت كله احمض كله اسيد، يعني ما خاصوش يقاش العينين، دي كونسي. كديروا 10 دقائق. انا فاش درتو العافيه شعلت فيا، العافيه عرفتي شنو هي العافيه، وجهي كله كيحرقني. كنت كنقول صافي غنوض دابا غنحيدو، ما نقدرش نخليه 10 دقائق كامله. ولكن اش غندير، قلت صافي غنصبر عليه. صافي خليته 10 دقائق، وعرفتي شنو غندير، هو خاصو يدا جوج مرات في السيمانه. انا درتو المره الاولى في السيمانه، دابا غنديرو المرة الثانية، غنديرو قدامكم وشوف. بالنسبة للمرة الأولى اللي درتو فيها، كانت فيا هنايا واحد الحبوبة مجروحة، منين درتو هي مش مجروحة صراحة، أنا اللي قشرتها من ضلموعش. كانت فيا حبيبة وقشرتها، باش فقت الصباح هي تبان لي ولات دوارة حمرا كبيرة، عرفتو تخلع، جاتني البكية الصباح، قلت ناري أش درت لوجهي. من بعد
اختفت تماما بحال ما كاين حتى شي حاجه غبرات. المهم دابا هذه هي المره الثانيه اللي خاصني نديرو فيها وانا غنديرو قدامكم. صراحه لا قدرت نصبر ليه حيت راه كيحرق، ونتمنى اني من ما يحشمنيش معاكم ما نديرش شي حشمه. بالنسبه للاستعمال ديالو كتوركي على هذه، في هاد اللعيبه هكذا كتوركو عليها عمر سواقيل وكتحلوه، وراه فيه اللون بحال ديال الدم. شوف نزيد نعمرها فوالا بحال هاد الشكل. اي نريد بدا الحريق عرفتي كيقيس هكذا شي بلاصه مجروحه ولا حبوبه. العافيه نديروه بشكل متساوي. اي ماي جاد نبي لو نزيد شوية هنا كنحس هاد البلاصة ما وصلاش مزيان. واو البنات اوف داري ما قدرش. بالنسبة لأول مرة ناني مقدرش. اي بالنسبة لأول مرة درتو فيها لاحظت بصح المسامات بداو يتسدو من أول مرة كتبدا تبان لك النتيجة، وتا دوك الوسخ اللي في المسامات كيخرج كينقي البشرة من عمق. شحال دابا في الساعة؟ خاصني نخليها 10 دقايق، 11:49، 12:49 غنحيدو دوك المسامات كيتنقاو من عمق. من بعد يا الناس من بعد صافي باين عليا التليفون. الله يسهل العافيه العافيه شعل عليا فوجي ما نعاودش ليكم. ما عرفتش واش غيحرق كلشي الناس ولا غير انا. مهم يا الناس مهم يا المشاهدين العافيه. قلت لكم من بعد ما حيدتو داس على واحد النهار بشرتي ولات كلها كتقشر، الناس كيلاحظوها. شنو درت انا؟ شديت عرفتو انا بشرتي كنحيد هاد وجهي كنحيدو بالموس ديال الحلاقه، ماشي موس ديال الرجال، داك الموس ديال العيالات. هذا كيساعد انه يقشر البشره وكيحيد الزغب. شديتو بقيت كنحيد هكذا عرفتو بحال الدقيق هكذا 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 البشره ديالي كامله كتفرتت. المهم انا ما غنبقاش نتوجع قدامكم، غنخليه هاد الشيء هذا يكمل. اوه يا ربي ما يا ربي كل مره كنقول هاد الليل الاخر هكا. شوفوا بعدا وجهي كما درتو بطريقه مديره مقاده، شي درتو شي زهقتو. المهم ماشي مشكل، شي تقاد اليوم شي تقاد المره الجايه. يلا خليكم معايا شويه ونرجع. ايوا يا المشاهدين ايوا يا خوتي المشاهدين اش غنقول لكم؟ العافيه 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 كتشعل. انا كنشوف مشركات بلي كتحسي بها مغدي ومزيره ومجموعه، ولا ان الناس اللي عندهم البشره الحساسه وهوي ما ديروش ما ديروش ما ديروش. عندكم تحب لكم غيحرقكم هكا في 2 دقائق 3 دقائق الاولى، راه 10 دقائق كامله وانا كنترطى 10 دقائق وانا كنتوجع حالتي. المهم ولكن النتيجه تستاهل، اش غنديرو؟ اللي بغا يزيني يصبر القريص الودنين هي هادي. شنو نزيدكم من نصائح؟ قلنا اللي عنده البشره الحساسه ما يديرهاش، اللي البشره ديالو ما كتحسش بحال بشرتي ودارو خاصك ضروري الكريم سولار، واخا يكون هكذا
وغتبان لكم ما كاينه الشمس ولا شي حاجه، ولكن بما انه مجهد بزاف على البشره خاصك ضروري ليكرون قبل ما تخرجي ديري هكذا ليكرون ديال الشمس، هادي راه حاجه ضروريه ومؤكده. صافي دابا غنخلي بشرتي ترتاح، ما غندير لها والو، ما غنحط عليها حتى شي حاجه اليوم، الا في الليل غندير عليها شي كريم ايدغاتون هكذا فيت في، ونخليها مسكينه ترتاح. عشت معايا التعذيب هذا النهار، ولكن اش غندير، يا الله تمنى انك تمنى ان فيديو يخليكم بخير، وتهلاو في راسكم، وباي باي.